هؤلاء الذين يخرجون علينا في الإعلام يشوهون الحقائق ويبدلون العقائد، يريدون أن يقنعوا الناس أن ما بيننا وبين اليهود هي مجرد معارك أرضية على الحدود أو اختلاف على حفنة من تراب. لا والله، إنها معركة عقدية قائمة إلى أن تقوم الساعة، حتى يتكلم الحجر ويدل المسلمين على مكان اليهود. ألم يخبرنا الله عز وجل وقال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقل الله عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منكم؟ ألم يخبرنا أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ ألم يخبرنا أنهم أحرص الناس على حياة؟ ألم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أكثر أتباع الدجال؟ إن ما بيننا وبين إخواننا في غزة إنها رابطة العقيدة، إنها رابطة الإسلام. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به إلى المسجد الأقصى ليصلي إماما بالأنبياء هناك. لقد استلم راية التمكين هناك، وأن الذي يسيطر على المسجد الأقصى دائما هو الذي يمكن له في الأرض. إن ما بيننا من صراع وبين اليهود ليس الصراع بين الفلسطينيين واليهود. ولو تخلى الفلسطينيون كما يدعي بعض الناس، لو تخلوا عن أرضهم لن نتخلى نحن عنها. إنها ليست أرضهم، إنها أرض الله عز وجل. قال صالح فذروا عليه السلام: فذروها تأكل في أرض الله، أي الناقة. الأرض أرض الله والناقة ناقة الله، فذروها تأكل في أرض الله. إن المسجد الأقصى وهو ثالث الحرمين وأولى القبلتين إنه مسجد مقدس عند المسلمين. لما القبلة تحولت من المسجد الأقصى إلى الكعبة علم الآن بنو إسرائيل أنه تم استبدالهم. لم يطيقوا ذلك فقامت الحروب وقامت المعارك، وسوف تستمر إلى يوم القيامة. لذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي اليهود، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ليه اليهود اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بغيا بينهم. القضية كلها بغي وحسد وطلب للرئاسة وطلب للملك، كما قال الربيع، كما ذكر الإمام الطبري، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية التي تليها مباشرة تدل على استمرار الصراع: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.